مدحوينها الدولادة فدرالك الصومالية يوفدي هقامين ايوها ايا قاري مقالدة بايدابو اي حارونتا مامولكا قوفرق البيضة الصومالية يدو هالكا سيسيد دي رلوغو سودو ايي هدوا واربحين امورتا سكو سابسوحا مقالدة بايدابو نوغا سودري عبدالقادر بره معلن مدحوينها الدولادة فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود وحا قرون كديارة ذهب مقالدة بايدابو كو سودو ايي مدحوينها مامولكا قوفرق البيض الصومالية غلاها وسيرادا حلبانا كترسن بارلمان كفدرال كصوماليا إيو قيبها بلشادا مقالادا بايدابو سودوين كيسا كدب مدحوينها دولادا فدرال كصوماليا حسن شيخ محمود وحاو كقيب غلي شركة لغودا مايستر إيو حلبانا دا مامول كونفرقل بيت صوماليا ومدوين كيو دنبيه كسعودين مقالادا بايدابو وغفرين شركة مدحوينها دولادا فدرال كصوماليا حسن شيخ محمود ماانتو كقيب غلي مقالادا بايدابو وحاكها دلي قار كميدا قضياشا دقنكا إيو مدحوينها مامولكا كونفرق البيت صوماليا شريف حسن شيخ آذن يغوانا شركة كشيغي انتسيدا وقودق سياها بادن اي كسور دميستيري دونان بارلمان كمامولكا كونفرق البيت صوماليا إيه نفرع بادن ومعنى تاريخ منها مدنة مدحوينة بيتوا وحضروا ولا دعا قدوشوفون وحضروا قضياشا دقنكا ugu dambeyn madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaguna shirka ka hadlay ayaa odayaasha dhaqanka iyo masuuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka codsaday in si degdeg ah ay ku soo dhisaan ama ay ku soo dhameystiraan xilibanada baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isimiday iyo sidii ay ugu iman jiray inteena meesha joogtay mar badan oo madaxweynaha isimiday waad garanaysaa magaalada Soomaaliya oo ku jirta taariikh badan leh أنا أقول لك أن المشكلة في المنطقة هي 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 أن المشكلة في المنطقة ومحمد هذا مسلم وانا اكسب وحو اهلي اتبو فرحوا عليه قرنتاس قفتها عدو الصومالي والمركي اللي هنا كيدا او دبايا وعبوني مركا عبد الرفكة ربا يقول بودهان دفك قوت بايد الجنب وقال لها حمدلل وحبادنا وانا اكسنا قواتير سيكستو ايها تبا imaanshaha madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ku soo aadeysa xilli muddooyinkii u dambeeyay magaalada Baydhabo ay ku soo qulqulayeen xilibaano siyaasiyiin iyo odayaal dhaqmeedyo doonayay inay ka qayb galaan shirka lagu dhameystirayo xilibaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Barre Macallin Kalsan TV Baydhabo